بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معاكم دكتور محمد رضا، طبيب بيطري. النهاردة بقى جاي لكم بحاجة جديدة جدا جدا جدا، أول مرة تسمعوها. مكونات جديدة جدا جدا، وأقوى خلطة رفع الأوزان، أقوى خلطة رفع الأوزان بمعنى الكلمة. تمام، انا يعني تعبت جدا لحد ما اعرف لكم المقادير بالظبط واجمع المكونات بالظبط. تمام، اتمنى بقى لو مش مشترك في القناه الاول تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. ايه بقى هي خلطتنا النهارده يا دكتور؟ خلطتنا النهارده يا دكتور بسيطه جدا جدا جدا، موجوده في كل بيت، في كل بيت في مصر. ايه بقى الخلطه بتاعتنا؟ الاول بحيي كل الناس اللي بتسمعني تمام لاول مره. الخلطة بتاعتنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن ده يا جماعة زنجبيل، ده عبارة عن زنجبيل تمام، وده عبارة عن كراوية، ودي خميرة جافة. ديت كراوية بس انا ايه فارمها في الخلاط نص فرمة كده تمام، بحيث ايه هي كراوية اهي، بس انا فارمها نص فارمه كده عشان تديني الشكل ده تمام. وده رونفل يا جماعه، رونفل برده فرمه نص فارمه كده بحيث ما يبقاش ناعم قوي تمام. وده معانا بتاع 2 كيلو علف او 3 كيلو علف تمام. دي اقوى خلطه بمعنى الكلمه. ده عباره عن 7 سم عسل، ده عباره عن 7 سم عسل مدوبهم على 5 سم ميه او 10 سم ميه. ليه انا بحط العسل في بخاخه زي كده؟ هقول لك، لان ده بيفرق معاك كتير جدا. انت بص، ده بقى الجديد، بقى ده الشغل الجديد. انت اول حاجه الزنجبيل والقرفه كل دي كلها بودره، فهتيجي تخلطهم في العلف رقم واحد هيتهروا معاك في العلف، هينزلوا تحت تمام، مش هيمسك على حبايه العلف، فالكتكوت مش هيستفاد بالحاجات دي. لا، انا بقى العسل احطه بخ بحيث يعمل لي اكسده عاليه، يعني يعمل لي اكسده، وبرده في نفس الوقت هيبقى هو ماده لزجه هتخلي المكونات تمسك بحبايه العلف، ايه بحبايه العلف نفسها تمام. طيب ايه المكونات بقى يا دكتور بسرعه كده عشان ما اطولش عليكم في الفيديو؟ هناخد معلقتين ايه زنجبيل، اهو معلقتين زنجبيل على 2 كيلو او 3 كيلو علف، معلقتين تمام، معلقتين ونص مثلا اهو تمام تمام وهاخد معلقتين كراويه حلوين كده تمام، اهو معلقتين كراويه وزود شويه صغيره كده ماشي. طيب معلقتين برضو تاني، معلقه دي ده كركم يا جماعه، ده كركم اللي انا حطيته الاصفر ده كركم. هناخد بقى الكراويه هي اللي انا عاملها نص فرمه كده في الخلاط اهي، معلقه الثانيه تمام، وشويه كده عشان انا حط ايه حط التعب 3 كيلو علف تقريبا يعني. والقرنفل بقى احط منه ايه معلقه واحده كده ايه صغيره كده شويه اهي، يعني معلقه مساح كده تمام تمام. ايه بقى فايده الكلام ده كله؟ الميكسيه ده انا بضع اول حاجه كل الحاجات ديت مفيش بلا استثناء يعني. وهنحط بقى الايه دي 10 جرام خميره جافه اهي تمام تمام. ايه بقى فايده الكلام ده كله؟ فايده الكلام ده كله طبعا بيفرق معايا كتير جدا. اولا انا عايزك بقى ايه تبقى فاهم مش حافظ، ما تسمعش بس، انا عايزك تفهم. اولا العسل مع الكراويه مع الكركم مع الزنجبيل مع الخميره، اولا كل مكون من المكونات ديت بيساعد على رفع الاوزان بطريقه جميله جدا، وكل مكون فيهم بيعمل على رفع المناعه. والزنجبيل ده يا جماعه بيعمل زي مضاد حيوي كده تمام، زي مضاد حيوي طبيعي، ده زي مضاد حيوي من الاعشاب عشبه يعني تمام. طيب والقرنفل نفس الكلام، مضاد حيوي ورفع المناعه، يعني فراخ لو عندها كشه بسيطه هتظبط معاك الدنيا الخلطه دي. طب فراخ عندها شويه اسهال بسيطه، الكهربيه برده هتظبط معاك الدنيا دي وهترفع المناعه. طب مناعه فراخك ضعيفه هترفع المناعه، اوزانك ضعيفه هترفع الاوزان. دي اسمها الخلطه الجباره يا جماعه بتاعت كل حاجه. طيب انا حطيت المكونات اهي تمام، اهي بقى اعمل كده شويه بس بيدي كده، واجيب بقى العسل بتاعي تمام، واجيب انا معلش بس مش عارف اصور كويس عشان انا اللي ماسك التليفون بيدي وانا اللي بصور اهو، ابخ كده تمام اهو اهو، افضل ابخ كده شويه كده اهو اهو زي ما احنا شايفين يا جماعه. عملي، انا عامل لكم تجربه عملي وعلى الفراخ عملي، وهتشوفوا الاوزان بتاعت الفراخ دي باذن الله اخر الدوره هتبقى عامله ازاي. وبالمناسبه الاوزان، انا الدراسات العلميه تمام في معمل البحوث، في ناس عملت الكلام دوت وحطت فراخ
من اول الدوره بتاكله علف اللي هو الطبيعي من غير اي اعشاب زي كده. وفراخ تانية مثلا بالنسبه مثلا للكركم، فراخ تانية كان ايه حطوا فيها نسبه كركم 5 كيلو على الطن، وطلعوا دوره فراخ طلعوا فرق اوزان عن الفراخ اللي بتاخد كركم في العلف والفراخ اللي ما بتاخدش، فرق 400 جرام يعني تقريبا نص كيلو. تمام. انا بقى الفيديو اللي بعد ده باذن الله، عشان ما رضيتش اعمل الاثنين في فيديو واحد، الفيديو اللي بعد ده هيفرق معايا. هعمل لك بقى، هجيب لك بقى خلطه واحده بقى، هي مش خلطه، مكون واحد بس هيفرق معاك نص كيلو لو مشيت بيه كل 3 ايام مره. الخلطه دي تعملها كل 3 ايام مره برضه. في خلطه بقى تانية مش خلطه، مكون زي ما قلت لكم، هعمله لكم الفيديو الجاي باذن الله بعد ده على طول. اشترك في القناه وانت مش مشترك وفعل زر الجرس. ده بقى للاوزان فقط. تمام. ده برضه الخلطه دي بترفع الاوزان بطريقه جباره يا جماعه، ومناعه وكل حاجه. الخلطه الثانيه بقى اللي هعملها لكم، بصوا برضه ايه عشان بس البخاخه وقت الفيديو اهو. تمام تمام كده، ونقلب بقى عشان بس بقى وقت الفيديو. فالخلطه اللي هعملها لكم المره الجايه باذن الله خلطه جباره، هي مش خلطه برضو زي ما انا بقول لكم كده، هو مكون واحد بس وموجود في كل بيت يعني، وحاجه رخيص جدا يعني، ممكن تجيب 2 كيلو منه مثلا ب 5 جنيه 2 كيلو، واحنا نحط منه جرامات زي ما الكلام ده، فهيفرق معاك جدا ورخيص وهيوفر معاك. وهيبقى الدراسات اثبتت، وفي ناس كان عامله تجربه عمليه اثبتت الفرق نص كيلو، الفراخ اللي بتاخد المكون ده والفراخ اللي ايه والفراخ اللي مش كان شغاله بيه. انا هنزله لكم في الفيديو اللي بعد ده باذن الله. اشترك بقى في القناه لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يوصلك ان شاء الله كل جديد. تمام كده. هو انا عمال ايه، انا بس عشان عمال اعمل بيد واحده فبرضه ايه مش عارف اشتغل كويس، عشان بصور لكم بس الفيديو. اهم حاجه تتقلب كويس، والعسل ادى معاك نسبه رطوبه هي كده اكيد. بص جعان. بالمناسبه حاجة مهمة جدا جدا جدا، انت لازم تجوع الكتاكيت قبلها بساعتين، لان العسل ده لو فضل كتير على العلف اكتر مثلا من 6 ساعات او 7 ساعات، هالعفل ده العلف هيحصل له تعفن وهيجيب لك مشكلة كبيرة جدا. يبقى احنا بدل ما نعالج بنبوظ، انت فاهمني؟ فانت جوع الفراخ ساعتين اقل حاجة، مثلا ساعتين ونص، انت فاهمني؟ احنا كده اهي الخلطة بتاعتنا يا جماعة. تمام. هنيجي بقى انا مجوع الفراخ اهو. تمام. هنيجي مثلا اهو، اهو شويه كده بس ايه كل علافه. تمام. هتشوفوا بقى دلوقتي الكتاكيت عامله ازاي، شويه اهو كل علافه. تمام. انا بسك مني، انا بصور وانا اللي عامل بصور وشغال، فمش عارف برضو، يا رب يكون بس التصوير واضح. تمام. اتفرجوا بقى كده يا جماعه، بصوا شايفين الفراخ عملت ازاي؟ شايفين؟ انا عاوزهم كده اول ما يتحطوا على العلف ياكلوا على طول، انت فاهمني؟ تمام. بص اهو بدا يتجمعوا، هم بس خايفين مني عشان انا صوتي عالي في المكان، فهم خايفين مني بس عشان انا صوتي عالي في المكان. ماشي؟ زي ما احنا شايفين الفراخ جعانه، هي مجوحه ساعتين بالظبط، انت حاول تبقى اكتر من ساعتين يعني، ساعتين ونص مثلا كده يعني، انت فاهمني؟ يعني كل ما تبقى اكتر افضل، بس ما تكترش عن 3 ساعات تجويع للفراخ. تمام. انا الخلطه الجايه زي ما قلت لكم الفيديو الجاي هيبقى خلطه جباره بمعنى الكلمه، لاوزان فرق نص كيلو يا جماعه، على الناس اللي بتشتغل بيها والناس اللي ما بتشتغلش بيها. اشترك بقى في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك باذن الله الفيديو. كان معاكم دكتور محمد رضا طبيب بيطري، اتمنى اكون قدرت افيدكم ان شاء الله بمعلومه جديده. زي ما احنا شايفين اهو الفراخ بدات تتجمع اهي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.